في هدول نسيتيهم بالسيارة. حطهم هون. يسلم. على فكرة يمكن نسيت قميصي عندك بالحمام. بالله جد؟ ليش علقت قميصك بالحمام؟ ماشي، أنا بكرة بجيبه معي. بكرة بيكون قميصك معك. الله الله الله، الله يقدم لي فيه الخير. شو قصة القميص اللي علقه بالحمام؟ شو قميص وحمام؟ معقول؟ شو هالشغلات هي كلها ياسمينة؟ ايه عن جد، شو هاد؟ والله وقت اللي سمعته ما صدقت. ايه بلا حكي فاضي، شو هالحكي هاد؟ الشاب صلح ال... شو اللي كان عم يصلحه؟ اوف غسان، شو هالحكي؟ عيب هيك، الدوش عطل من الصبح. كمان من الصبح عملتوا دوش؟ يي علينا، اللي صار انه بدي اتدوش الصبح، عم قميصه للزلمه هو عم يشتغل مبل. لا 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 لا، لو سمحتي انا ما بدي اسمع، انا لساتني صغير وما بحب اسمع هالاحاديث، لا تاخذيني، كل واحد عنده خصوصياته. ايوه اوف شبكون، مو هيك القصه؟ الدوش عندي انتسع وتصلح. شو حكينا؟ شو عليه؟ كله تمام؟ يا جميل ليت عليا، والله رح أضربك هالمرة، عن جد بدي أضربك، زودتيها كتير وتنايعتي. خلص لا تعصبي، رواق بتصير يعني، وكمان الزلمة مجذب وحلاوة وظريف كتير. كان ممكن تقلعيها، عن جد كان ممكن تروح عيني. بقلعها تاني مرة ما رح زدتها بالغلط، لأنه ظريف ولا شيء. عمر بيك، كيفك؟ أنا كتير منيح، شكراً إليك. تفضل، فريال خانم عم تستناك بالمكتب جوا. طيب. أوه، عمر؟ واو. وأخيراً. شو هاد؟ بتعقدي كل مرة أحلى من اللي قبلها. يعني لأسمع هالكلام لازم تضل فترة ما عم تهتم فيني ولا عم شوفك؟ مين بيسترجي أساساً يخليكي بلا اهتمام؟ كأنك ما نك جاي لحالك. مرحبا، أنا فريال. ولو طبعاً أنتي. بقصد تشرفنا، وأنا ديما. فوت نقعد جوا ونحكي براحتنا. أوكي. نورت. تعال غسان، تعال تعال. أنا حسيت إنه صوتها كمان كان مو طبيعي. هلأ بتشوفها. أنت بحياتك مو شايف ناريمان هادي هيك، وبعد هلأ ما رح تشوفها. كيف يعني؟ تفضل شوف ناريمان. ناريمان حياتي، شوفي مين إجا. تعال غسان، عود. سلامة قلبك إن شاء الله. أهلين ناريمان خانم، شلونك؟ بقصد طمنيني، إن شاء الله منيحة، كيف الأمور؟ أهلا وسهلا، نورت. يا خانم، أنا السبب بزيارتي هي. شو جاي تطلب بنت؟ شو قلتي؟ لا، شكلي بلشت غلط. بلشت غلط، عيدي من الأول. رح بلش. ناريمان خانم، نحن هداك اليوم حكينا عن هالشغلة، يعني فكرت إنه أنا استشرتك إنه نضل فيها أو ننهي اللعبة هي وخلص، بس ما بعرف. يا يعني. روحي احكي بدون ما تتلبك وتنعجق، ايه دورو، انا بعرف كل شي. كيف؟ قصدي بالشي اللي بدك تقوله، انا بعرفه وفهمانته منيح، انت احكي بس. يلا رح احكي. هالاتفاقية ما رح تصير يا ناريمان خانم، أنا حكيت مع ديما وأساساً ما في أمل أبداً من هالموضوع هاد، وأساساً هالشي مو منيح بالنسبة لعمر وما بيليق فيه أبداً. عمر ما بيحبها لديما؟ اضحك تحكي، لا تقولها، اضحك تقولها. ما بيحبوا بعضهم. ايه اذا هيك معناتها بلا اللي عم خطط له، يعني يلي انت عم تقوله بنعمله، خلص ما في لعبة ولا شي، انتهينا. شو؟ مثل ما سمعتوا، انا بلشت اللعبة وانا رح انهيها، خلص. لا عمر ولا ديما بيهموني بأي شيء، خلصت منهم. كيف؟ شلون هذا كل شيء؟ ايه هذا كل شيء، يعني أساساً إنه نلعب ونتحكم بحياة الناس مو حلوة سامي، شغلة مانا صحيحة. غسان هذا هو الشيء اللي جاي تحكيه؟ هذا هو، هذا هو. أنا بس بدي استأذن منك، حضرتك عم تعملي ماكيت ومشغولة كتير كمان، وهات صار كتير حلو، وهلأ خليني أنا أروح بلا ما أزعجك. رايح أنا، يلا باي.
روح غسان يلا خلص، لا تشغل بالك بهالشغلات هاي، كل واحد حر بحاله. اوه ما دام حضرتك هيك عم بتقولي ماشي يلا باي. انا بدي 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 وصل غسان. تعال غسان تعال تعال. لك لي شبه شو القصة؟ وحياتك يا رجل، انا عن قريب رح جن. عمر ليش ما اتصلت فيني باسبوع الموضة؟ متعودة تسأل عني شو اللي تغير. انت دائما ببالي بس تعرفي الشغل. لا تقول عمر، بروما كنت مشغول أكتر وبنفس الوقت ما طنشتني أبدا. عن جد ما صح لي فرصة أبدا. طبعا أساسا دائما حشتك جاهزة لحتى تهرب، دائما مشغول مشغول مشغول. ليش مين بيقدر يهرب منك فريال؟ أنا وغبي. مو مصدقتك حياتي، بس مو مشكلة منجرب. ديما شو رأيك تشرب مي مشان ما تختني؟ شردقت من الهواء باردون، لأنه في شي مضايقني. تبقى طول اليوم واقف هيك مثل الحيط، مو هيك سامي؟ انت قبل شوي شو قلتي لغسان وهلأ شو عملتي انت؟ تركنا هلأ من غسان، لازم هلأ نتحرك فورا. غسان ما عاد لوجود بالاتفاقية، طلعته من اللعبة كلها وانقلع لبرا. ايه طبعا، ودخلك شو ممقوت. ما بعرف ليش كل شوي بيجي ليحاكني مثل الممغوص، قال شو حرام عمر وديما وما بعرف شو، خلص قلعته. هلا انت اردفتي غسان برات اللعبه؟ دخيلك، ليش شو كان عم يعمل؟ يعني غير انه يشوش على شغلنا؟ خليه يروح ونحن خلينا نشوف شغلنا. ماشي، شو رح نعمل؟ صار لي من الصبح وانا عم فكر بالشي اللي لازم نعمله. عم تفكري؟ يعني انت منيحه وعم تفكري، ما هيك؟ وأنا كل فكري إنه طاقة عليك. يا رب الحمد لله أنت منيحة منيحة. تركنا من حركات التشجيع، هلأ لساتنا ما انتصرنا، لازم نفكر هلأ شو رح نعمل. مو مشكلة أنت، يعني فورا رح تلاقيها. إيه بلاقيها طبعا، أنا أم الحلول لك، أنا لقيتها وخلاص. نحن رح نبدل باللاعبين. شلون يعني بدنا نبدل باللاعبين؟ شوف لقلك سامي، ياسمين ما عاد إلها هلأ هالتأثير القوي على غسان بنوب مثل الأول، وغسان أصلاً هلأ ما عاد ينفعنا بشي، ما بيعرف غير يجي لعندي مثل الممغوص واللي واجع بطنه ويحكي ويتعب لي أعصابي. نحنا رح نطالعه لغسان برات اللعبة وندخل واحد جديد للعبة بداله، واحد يكون مقرب من عمر كتير وله تأثير قوي كبير عليه. ناريمان أنا ما عم بسمعك، ولما عم بسمع ما عم بفهم، ولما عم بفهم بفهم غلط عطول. أنا رح فهمك بطريقتي، تعال. إيه رح أجي. مو طبيعي هالتصاميم، بتجنن، كتير مناسبة لهالوقت ومزوقة، بتعقد عن جد. أخذت الفكرة من كندرة رأس للمرحومة أمي. آه عن جد؟ عن جد. وبرأيي العارضة كتير اختيارة موفق، عطت روح للموديلات. برافو عمر، ما بعتقد حيكون في أحسن منه أبداً. ايه هو هيك تماماً، يعني نحنا بهالشغلة عن جد كتير ناجحين. إذا هيك عمر، أنا كرمال هالتصاميم الحلوة ممكن إني سامحك، طبعاً إذا وافقت تجي معي على لندن. نحنا ما عنا تواجد بأسبوع الموضة بلندن، الحقيقة نحنا بدنا بس ما أسسنا الدعم اللازم لندخل بهالمجال. شو هالحكي عمر؟ أنا موجودة هون، بكفي تروح معي على لندن. أصلاً بروما ما تواصلنا منيح، بجوز يكون هيك أحسن، ما بتعرف يمكن لندن هي مدينتنا. لكن خليني غسل وشي أو أطلع لبرا أو حتى أعمل أي شيء، لأنه واضح أنه ما في شيء هون خارج أخذ ملاحظات عنه. شو خجولة هالبنت. يا
شوفي بين عمر بيك وفريال خانم، احكي. بالحقيقة هو بجوز. بالعقل بجوز، الله يوفقك. تعرفي شو؟ ودخيلك ولا يهمك، احكي. احكي متأكدة؟ مو كتير. اوف مو طبيعي، راسي عم يدور هيك كل الوقت. عندك شي لتقولي لي؟ شكلك ما رح تقدري ترتاحي لحتى تعرفي كل شي. بس أنا ما بتفرق عندي، إذا قلتي لي احكي بحكي. شوفي تصرفاتك هي رح تجنني، وأساساً أنا آخر همي هذا الحكي كله يعطوا على بعضه. بس قلك احكي احكي. يلي بعرفه أنهم رفقات وكتير، بس ما بعرف إذا الشغلة صارت جد بيناتهم. ما صارت ما صارت، يعني يمكن مع الأغلب. السنة الماضية بالربيع اجتمعوا بروما بأسبوع الموضة، بس بصراحة فريال خانم رجعت من هونيك مزعوجة كتير، مو مبسوطة بنوم. شفتي كيف معناها؟ عمر بيك بيكون أردفة هيك يعني، وما رد عليها. وليش لحتى يرد عليها؟ عمول إنه يمكن هيك، ما بعرف والله. بجوز صح، بس الواضح إنه رح يرجعوا يجتمعوا مرة تانية. فريال خانم اليوم رفضت كل المواعيد وقال عنده ريبورتاج مع عمر بيك بالليل. بالله؟ وين؟ الحقيقة ما عرفت بالضبط، بجوز بمكان خاص. لا تقوليها، ولي ببيت عمر بيك. ولي شفتك كتير فرحتني. مبدئياً رح نعمل الريبورتاج، وبتمنى هالزيارة تقربنا من بعض، والمرة الجاية تكون ببيتي. برأيي ما تستنيني، تعالي انتي. عمر أنا بعملها بجهة. منيحة أنت؟ إيه منيحة، شكراً. في شي مشكلة؟ لا، وشو بده يكون فيه؟ بس كأنك طولت زيادة؟ يعني مش عن برنامجك. يعطيك العافية، شكراً إلك. نورت المكتب عمر بيك. تعي معي. يعطيك العافية. شكراً. وهلأ ديما بعدها معنا مثل الأول، والزلمة اللي جنب عمر وعلى الأساس إنه كان معنا غسان، عواطفه خلته ينسى ورمى كل شي وخرب كل شي. طبعاً غسان عواطفه حاكمته. يا سامي عواطف شو هلا؟ بيضلوا ولد وعقله ما بيستوعب منوب. هيك قولتك؟ أكيد سامي، إذا مشينا ورا عواطفنا منكون عم نمشي غلط، والله عطانا العقل لنفكر فيه مو لشي تاني. مو عالفاضي قالوا الناس إنه العقل زينة، يعني نحنا شو لازم نعمل هلا؟ قلي يا روحي أنت، مو مزبوط؟ ناريمان أنا أبداً ما عم بسمعك، ولما بسمع ما بفهم بنوب، وأساساً لما عم بفهم بفهم غلط. بما أنه زلمتنا اللي كان مع عمر غسان خدماته استغنين عنا نهائياً، المفروض نحن هلأ نحط محل واحد جديد. وبعدين؟ المفروض هالشخص يكون كتير قريب منه ويقدر يتحكم ويوجه له عواطفه ويخليه يعطي القرارات الصحيحة بوقتها، ولازم يكون هالشخص واحد من بيناتنا نحن سامي. بس بظن عمر ما رح يقبل شغلك. دخيلك، أساساً أنا إذا دخلت الشغل بيوم واحد بقدر أفرمها لياسمين، وهلأ أنت اللي رح تفوت للشغل. شو هالحكي؟ بس بتعرفي إنه أنا ما بحب أشتغل أبداً يا ناريما. لأنه الكل عاجبه الشغل، مشان هيك حابب إنه يشتغل سامي. يه أنت عمو شبك، ومستحيل حدا غيرك يقدر يوجهه. من آخره غسان من اليوم صار خارج اللعبة، جهز حالك سامي. يعني ضروري؟ ضروري عصفوري، كرمال القصر ضروري. طيب شو بيشتغلوا هدول؟ أي سامي معمل أحذية هن بيشتغلوا. يا ربي يا سامي، والله إنك ماركة عالمية بالنكد. طيب أحذية نسائية ولا أحذية رجالية؟ آي 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 افتحي التابلو لقلك. ليش؟ افتحي يلا. يا عمر بيك اشترى لك هدول لما رحنا على الماركت. من فترة اشتريتهم، مو اليوم يعني. قبل الحفلة اشتريتهم. فهمت فهمت. ما بدك تاكليهم؟
ما بدي أكلهم عمو شكري، خلاص ما عاد إلي نفس. نيشان تعشي لو سمحت. ايه جهد. شو في؟ حشرة. شيلة. اهدي وينها؟ فرجيني. لك خلاص اهدي، رح امسكها. طولي بالك، ما بدها الخوف كله. ايه هي اللي مخوفتك؟ مسكتها وهي انقذنا حياتك ياسمين خانوم. كبيرة كتير. لا وحش حقيقي. معناها أنا كنت مفكرتها هيك. إن شاء الله ما تكون قرصتك. شبك ديما؟ خير، شو بدك؟ فكرتك بدك تقولي شي. يعني ما انه موضوع كتير مهم، بس كيف كان ماشي اللقاء مع فريال خانم؟ تواصلتوا مشان الشغل؟ صايرة عم تهتمي مشان الشغل؟ ما بدك يعني اهتم هيك؟ عادي، فيكي تهتمي او لا تهتمي، مثل ما بدك. حلوة كتير هالمرة. مزبوط صح. الربيع الماضي لما كنت انت وفريال خانم بروما، يظهر ما خلص الشغل. يعني طبعا هاي حياتك الخاصه، انا شو دخلني؟ بس عم احكي لانه انفتح الموضوع. انا ما في شي بيني وبين فريال يا ديما. فريال حاف هيك ما في خانم؟ الود يلي بناتكم مثل يلي بناتنا. ليش عطلته؟ شو قصدك تقولي؟ احكي لشوف. شو بده يكون قصدي؟ ولا شيء، انا بس عم دردش واحكي انا وياك، بس هيك القصه. شباك فوس الزر. اول شيء لازم تعملي تتركي الشغل مع غسان، مو فهماني على اساس؟ لانه الواحد كتير سهل يفهمك، ما شاء الله عنك كتاب مفتوح بينقرب كل سهوله. ديما عمر، منيح يلي اجيت، كنت رايح لاني ما لقيتك. لكني عمي اجيت. طيب تفضل على المكتب. ماشي. انا كتير حلوه ومميزه كتير، بذكائي انا بقدر اضرب الكل، مميزه كتير، غنيه كتير، بمصرياتي بدعس ياسمين. انا نريمان، يا 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 هاتي باتي نريمان ستن كلن، يا 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 نريمان، يا يا نريمان، يا 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 نريمان، يا 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 نريمان. مو معقول عمي مشرفنا. قلت بفوت من باب جنيني. عملت كتير منيح، انا مدري شو كنت عم بحكي مع حالي. مايا ليش ما سكتيني؟ عمي عملت منيح بجيتك لعنا عن جد. شو كمان زهورات؟ اكيد زهورات عمي اكيد. اتفضل اتفضل فوت. تفضل عمي. شبك لا تنعجقي، بقعد وين ما كان. شو هالحكي عمي، كل البيت إلك. شبك ناريمان، قلتلك لا تنعجقي وتصرعيني. ايه شبك عمي. دخيلك يا ربي. وين ما بدك تفضل اقعد. خلاص رح بقعد هون. نورتنا عمي. شوفي ناريمان، رح قلك شغلة. تسلم لي عمي.
كثير عملت منيح بجيتك لعنا. فهمت يا بنتي فهمت خلاص عمار. تعرف عمي كثير اشتقت لك. شكرا لك يا بنتي بس بدي احكي عن عمار. قول يا عمي عمول اشتقت لك كثير. خلاص يا ناريمان هس سمعينا لاحكي لك شو صار بالضبط. اليوم انا جاي لاحكي عن عمر. ما في علسانه غير سيرته. عم بسمع كمي. قولوا لي مين في بحياه عمر؟ عمر بحياته في انا وفي عمو سامي وكمان في غسان. عم بحكي عن الحب. في شي بنت بحياته عشقان علقان ماشي وحده؟ ما في عنده ولا رفيقه بنت يعني؟ لأنه أنا بلشت أسمع عن هالصبي كتير شغلات. شو بنا عمي؟ شايفني وزيرة إعلام ولا جاسوسة مثلاً؟ أحكي خبرني من وين عرفت وكيف عرفت ومن هو اللي خبرك؟ أحكي. شوفي ناريمان أنا أخذت قراري قبل ما أنا موت لازم عمر يتزوج بأسرع وقت. عم تفهمي؟ أساساً أنا ندمان لأنه وكلكم بهالمهمة لألكن. بدي أعرف مين هي البنت وشو القصة. حكي لي من حالك بسرعة أو أنا بعرف لحالي بس إذا حكيتي بيكون أحسن. إيه تمام يلا خلص أنا رح أحكي لك. قولي. هلأ البنت من عائلات اسطنبول. مو معقول شو كتير قديمة عائلتها. ما فيني خبرك قديش عائلتها قديمة. وغيره شو بدي خبرك وأحكي لك؟ مو معقول قديش عائلتها عريقة. من أكبر العائلات بالبلد. ولا القصر ياي عاملينه من الخشب وكتير كتير راقي وحلو. حلو كتير كملي يلا. ايه والبنت تاخد العقل خانم بنت خواني. الله بيشهد انه هالبنت مثل الحليب الصافي. كتير بنت اكابر وبتفهم بالاصول وشاطرة بقومتها وبعدتها وبحكاياتها. يعني مناسبة تماما لعمر يا عمي. عم تحكي جد ناري؟ لا ولو بابا طبعا عم بحكي جد طبعا. ماشي وانا امتى حتعرفوني عليها؟ مو مطولة بابا حبيبي رح تشوف عن قريب. حلو كتير هي أول مرة بتعبي عيني فيها. أنا كتير مبسوط. مو معقول شو مصدومة مثل العادة عم تظلمني. تمام بس شوفي هلأ بدك تعرفيني عليها وتخليني شوف مين هالبنت هاي وبعدين القصر رح يصير كله لإلك. متأكد من هالحكي عمي متأكد؟ خليني هلأ بلش اشرب قهوتي. رح عرفك عليها عمي بأقرب وقت. معناتها البنت مثل ما حكيت. حلو يعني البنت عجبتكم كتير؟ طبعا عمي طبعا. تفضل عمي. شو هاد يا عمر؟ شو هاد؟ هذا الشغل روعة عن جد. رائع. شكرا عمي. امبارح لما شفت الصور بالإعلانات ما بتتخيل قديش سحرني الشغل والذوق كمان. مين هي البنت عمر؟ من وين جابوها لهي البنت؟ وين لقوها؟ قول. ما بعرف لو أي هو المصور. أنا انشغلت وما فضيت أسأله. عمي أنت ليش إجيت خير؟ أنا أجيت مشان أشوف الشغل شلون ماشي هون. بعدين شلون يعني ما بتسأل عن هيك شغلات؟ ما بيصير. لازم تعرف هاي البنت منين اجت ومن وين جابوها من وين هي. يعني ما بيصير منوب. هاي التكنولوجيا عمي يعني بالفوتوشوب بينعمل كل شيء بالدنيا. الحقيقة انا ما عرفت مين هي. اتصل بلؤي واساله يا ابني مين هاي البنت. مزبوط والله ذكرتني رح اتصل. ممتاز. اي لؤي معلش تبعت لي الصور الاصلية اللي قلت لك عنهم بتعرف لساتني ما شفتهم. لا تطول ناطرك. عن جد انها كتير حلوة. يا ترى مين بتكون هالبنت؟ ما بعرف مين بتكون. ما بعرف. في ذوق بقعدتها كتير حلوة البنت وكتير ظريفة. على الأغلب انسى. عجبتك ما هيك؟ عمي وانت؟ انا كتير عجبتني. انا مذهول. مو قصدي عليها. لشو اجيت؟ عفوا انا شردت بالبنت. شو بدي اقول لك؟ انا مليت كتير من قعدة البيت يا عمر وعم اقول لو تعطيني الشغل هون بالشركة اي شيء. انا شاطر بالادارة بعمل لك ادارة المكتب هون مثلا. هي ما فيها شيء بس
بعرف انك ما بتحب تشتغل. ايه صح، ما بحب. تعرف عم اقضي طول اليوم هيك مع نريمان مرت عمك وعم نتفشش ببعض من الملل طول الوقت. قلت منه بغير شكله ومنه بشتغل كمان. انت شو رايك؟ عمي انت بس اطلب، ولو انت محلك على راسنا من فوق. رح خبر غسان تكرم. عم تحكي جد عمر؟ هذا هو ابن اخي حبيبي، هذا هو ابن اخي اللي بحبه. بس خلينا هلا بالموضوع المهم. هالبنت عن جد كتير حلوة، كتير حلوة، مو طبيعي يعني. الواحد لو عنده هيك مرة ما بيهون عليه يطلع فيها حدا مثل اللعبة، لعبة ومكترة. شو حلوة، ها؟ مرحبا غسان بك. ديما عندي إليك أخبار ممتازة. عن جد؟ طبعا، حكيت مع ناريمان خانم وتخلت خلص عن خطة تزويجك لعمر، وخلص صرتي حرة وخلصت اللعبة. كيف هيك؟ يعني مانك مجبورة تتصرفي هيك وتمثلي، تقدري تطالع اللي جواتك ديما، يعني لازم تكوني مبسوطة. والدين تبعي شو بده يصير فيه؟ ايه بجوز رح تحكي معك فيهن وانت بترجعي بتخبريني شو بيصير معك بعدين، تمام؟ كأنك ما فرحتي أبداً؟ شو؟ يعني شوية تفاجأت بالخبرية وبصراحة مو وقتها بالمرة، والدين كتير كبير طبعاً. وكمان شو؟ خلص أنا هدول بحكي فيهم مع نريمان خانم بعدين. ايه مثل ما بدك. ايه كيف كان موعد فريال؟ لا تسأل، شي بجنن والله. شو هالفريال خانم هاي؟ والله ما بيفرق معها أبداً مين ما كان يكون موجود، حتى لو كنت أنا. ما شاء الله أخذت راحتها. أها شو هالحكي هاد؟ غيرانة منا على عمر؟ شو هالحكي هاد؟ أنا ليش لغار على عمر بيك؟ شو لي علاقة؟ لا أنا قصدي أنه غيرتي منا كاميرا مو أكتر. يعني هيك قصدك؟ كاميرا؟ كاميرا يعني طبعاً غيرت منا طبعاً. أنه يعني هو بالأخير هي حلوة. حلوة. ألو شو شريك؟ ماشي جاي. أنا عند عمر. لك ليش هيك؟ شو عم يصير؟ يعني شلون هيك بطلنا اللعبة؟ شو بدي ساوي أنا هلأ؟ يا الله. عم بشرب زهورات من البيدون وما عم يهدى شي فيني. يا الله شو أعمل بحالي هلا؟ شو أعمل؟ العصب عم يهب علي يهب مثل الهوى السخن، عم يهب علي يهب. فيني صادق بشي يا خانو؟ خرسي، أنا هلا بدي نق وأنتي بدك تسمعيني. جاي اللي روح قلبه عمر، وين هالبنت ومين هالبنت؟ آخ، أعطيني هالتليفون، بدي اتصل بلؤي، ما اهتمت فيه أبدا لزهرتي. هاي التليفون. لوليتي وينك يا بيبي؟ شوفي اجا عمو خلدون اليوم لعندي. لا تقولي يا اجا، انا لازم اشوفك هلا باسرع وقت ممكن. عمو خلدون هلا بده يتعرف على ديما، لازم نعمل خطه. نارو يا بنت هالمهمه كتير صعبه. بعرف مهمتنا كتير صعبه. ايه شوي بكون عندك. عم بستناك عصفوري. أنا أجيت. أجيت بسرعة الضوء. كيف أجيت؟ إيه ولو معقولة طبعاً مندبر له، يعني بالأخير سامي بيك هو عمنا كلنا، ونحن من زمان كنا بحاجة مدير للمكتب نعطي غرفة البلور، ومنه هيك بيجي حدا يسلينا لك. ميت أهلا وسهلا. خليلي إياك يا غسان، عمر هالولد من طول عمره بيحبني. أكيد طبعاً. جيهان معلش تيجي على مكتبي. بدي منك تاخدي عمي وتدوري عنا بالشركة.
وتعرفيه على كل شيء هون، ماشي؟ حاضر عمر بيك، تفضل من هون سامي بيك. ورجيني يا جيهان، وعرفيني على كل الشركة ما دام أنا بدي أدير المكاتب، لازم أتعرف على كل شيء لأنه، يلا خلينا ندور ونطير يا جيهان. استنى قبل ما تطير، عمر أنت شو عم تعمل؟ ليكم بدك الخالي ناريمان تذبحنا كلنا، خلي فؤادي دورك. جيهان أنت روحي، فؤاد نادي له لفؤاد. فؤاد أبو نظارات بده يدورني؟ إيه عمر بتعرف؟ هذا غسان، هالولد ما بيحبني من يومه أبداً. غسان معه حق عمي، يعني جيهان بتلزمنا اليوم وأنت خليك مع فؤاد أحسن. بأمركم؟ بأمركم. شوفوا مثل القرد، مع هالقرد تكون يعني دور؟ شرف. اتفضل. إن شاء الله بتتسلح. شوف سامي بيك، هذا هو المكان تبع البحث والتطوير. هذا المكان بالشركة بيديروه الشباب بمساعدة الكمبيوترات يلي قدامهم، وهيك بيمشي القسم. تعرف العالم قرية صغيرة. حلوة هي مو كثير؟ ايه كثير حلوة. نحن عايشين بعصر التكنولوجيا. تخيل يا سامي بيك لو أنا مو بالشركة شو رح يصير؟ يعني كل تواصل الشركة على النت بس أنا اللي بعمله. تخيل إنه أنا بعمل كل شيء. وهي مين؟ هاي فتون بقسم التسويق. في عندها حبيب شي؟ شو بيعرفني أنا سامي بيك؟ لازم تعرف ما بيصير، مين عنده حبيب فيهم ومين ما عنده حبيب وشو علاقتهم ببعضهم، كله لازم تعرفهم. طبعا رح أتعلمهم وأعرفهم. مثلا هالبنت اسمها داليا، بتكون مساعدتها لياسمين خانم ولا مسطول؟ نعم. حسب ما أنا شايف هلأ أنت ماشي بطريق داليا كأنك. شو أمشي بطريقة يا سامي بيك؟ كتير صعب، طريق داليا بعيد كتير عن طريقي، مو بس هيك محفر وبده تزفيت كمان. قرب ولا مسطول، خليني علمك طرق تطبيق البنات، يعني الطرق الذهبية. أول شغلة، ما بيصير أبداً إنه أنت اللي تركض ورا البنت دائماً، والشي المهم إنه ما لازم تطلع عليها من بعيد. بالأول بدك تتقرب منها شوي شوي، وبعدين بتبلش بحركات لطيفة وظريفة. من هون بدك تخليها تحس إنك عم تنتظرها وتحسسها بالجذب. هيك قلتك انت؟ ايه وليش؟ لانه دائما يلي بيهرب بيلحقوا. ونحن شو بدنا نعمل؟ ما بدنا نلحقهم صح؟ لا ولك يا مسطول لا، نحن ما بدنا نضيعهم، ما بدنا نضيعهم. بالاول بدك تلاحقها بدون ما تضيعها. بالاول بتلحق بس بدون ما تعرف انك عم تلاحقها. بدك تعاملها بلطف، بدك تشتري لها هدايا، وبدك تبعت لها ورد، وبدك تبعت لها طاولتها مشروب، يعني بدك تتصرف بلطف. وفجأة هوب ترمي السنارة هيك وتنتظر لتحبك هي. حلو مو؟ وعلى فكرة سهلة، أنا رح أحفظهم وطبقهم يا سامي بيك. أوكي أحفظهم وطبقهم. إيه طبقهم. From here please. تفضل. هذا مكتبك. كتير حلو المكتب وكمان شفاف مثل حوض السمك. ولا فؤاد طلع فيني، أنا هون ما رح أقدر حوص، الكل رح يشوفني. إيه تفضل هلا أقعد ارتاح، وإذا بدك شيء أنا بمكتبي ماشي؟ تمام. بتحب أطلب لك ليمونادة ولا وصيلك على شاي؟ ولا مسطول. نعم. عم تتمسخر كأنه؟ لا باردون منك، أكيد ما عم بتمسخر. شو هالحكي؟ ماشي نقلي عجيب لي شيء بالريقي وأنا خليني أشوف المكتب. أوكي أقعد تفضل. شو هاد؟ حبيته لهالمكتب، الشغل رح يكون رواق ومرتب. وأنا حر، ناريمان مو هون، وفي بنات وحلوين وفي تكييف كمان. حلو كتير، بس أنا ليش بعد كل هاد العمر ما اشتغلت؟ هلا واتي. لك انتفخت، مو معقول كأنه أكلنا كتير. ما يا عيوني شو أكلت؟ كلهم ثلاث صحون هالقد قدهم. تعرف إني من عصبيتي طول الوقت عم ببلع هوا، يعني منفوخة منه كتير. ليكي في قصة ديما وقصة خلدون، شو بدنا نساوي فيهم؟ شو بعرفني متلبكة كتير. طيب يا ترى سامي بيك شو رح يعمل هلأ؟ يعني نحن بعتنا ليزبط القصة، شو بيكون عم يعمل هلأ؟ لك صحيح مزبوط، يا ترى شو بيكون عمل لهلأ؟ لأنه أول مهمة عنده أنه يقنع عمر بديمة، لأنه هالتافه غسان ما طلع بإيده شي منوب، بس ضيعنا وقتنا على الفاضي ونزع الشغل حياتي، مشان هيك قلعنا. وقف لأتصل بسامي. تصلي بتصلي. ييه ما عم بيرد، وينه؟
بسيطة يا سامي. ليكي ليكون هذا أجدب سامي واقف جنب عمر. صح بجوز، رح أرجع أتصل فيه. صحيح على سيرة عمر تذكرت، رجع طلب مني صور العارضة، خليني بعت له إياهن هلا. ابعت ابعت حياتي ابعت، ولا تنسى إنه دخلنا سامي على الخط، يعني رح نمسك الخيوط كلها وهيك رح يصير الموضوع أسهل بتشوف. بعتن. ممتاز برافو، وهيك بتكون انت دعمنا من برا، وناريمان وسامي متحالفين ومتفقين مع بعضهم. لحتى خلي عمر يحب بلديما ونخلص من القصة كلها. أنا ناريمان الأكابر بده يمشي مخططي. ها هاي إيه مخططك رح يمشي وحياتك. أصلا عمر أول ما رح يشوف هدول الصور رح يحب بلديما دغري. اسمع لولي، على الخبر فتحت شهيتي على الأكل أكثر. بس كم صحن صرت أكل أنا؟ حياتي والله ثلاثة، هل قد قدو نزغنوني نزغنوني كتير. معناها بيطلع لي اثنين. شوفي شو عم يصير. خلص لا ترتعبوا، لا ترتعبوا، خلص رح نطالعكم من هون بسرعة. لا تخافوا تمام، لا تخافوا. شوفي لا تخافوا. غسان شو عم يصير هون؟ خير، الكل يضل بمحله، ما حدا فيكم يهرب. غسان الكل يضل. عمر الألارم تمام حاضر. لك تعال هون. شو عم يصير؟ خلينا نشوف تسريب الغاز. ليكوا اعملوا أي شيء، خبروا الأطفاء. بعدوا بعدوا فيا غسان. عمر شو بكون؟ عم في حريق وعم نموت، عم نموت. لك لا يا حبيبي، حريت شو؟ أنا بمكتبي كنت عم دخن غليون بس هيك. عمي هذا من الغليون تبعك؟ ايه. هو هو عمي خلاص إنذار خاطئ، الكل على مكتبه. يعني لو ما كنت هادي وأعصابي باردة كنا تخانقنا أنا وياك. خلص صبايا على مكاتب. عمي نحن هون ما منستخدم لا دخان ولا توابع جوات المكاتب. عمي أنت هلأ رعبتنا كلياتنا من هالشغلة، لا تعيدها. ما رح عيدها خلاص. ها ديما انتي خلصتي شغلك؟ فيكي تروحي اذا بدك. يلا فيكي تمشي. ايه ماشي مثل ما بدك. يا سلام، شو هالمدير هاد، شغل رواء على الاخر. شايف عمر؟ ايه. غسان بيك اذا احتجت شي حاكيني. يلا بالاذن منكم. سلام. الله معك. سلمي على الخالة نوران. ايه ماشي بقلها شكرا. شو مين هاي نوران؟ ستة لديمة، مو معقول شو ظريفة. شو هالحكي؟ وأنا طالع. سلام. إيه ماشي. ستة ظريفة، تخيل إنه عنده فيسبوك. نوران لكان. عمر بيك مالك بالعادة تطلع بهالوقت؟ عندي ريبورتاج ولازم كون جاهز. لازم تجهز طبعاً. حضرتك بدك تقلي شي؟ غسام تعرف على ستك كأنه هيك سمعت. اي صح، مو بس على ستي وكمان على عائلتي. اجا لعندك زيارة يعني؟ انت ومديرك الجديد كتير متفقين هيك باين. روعة. انت معصب هيك حاسة؟ شو؟ ليش لعصب؟ يعني بالأخير كل واحد حر بحياته. هلا مو متأكدة من السبب بس انت اكيد معصب. انا معصب مو؟ هيك بدك؟ هيك. وصل مطالعة؟ حابة انزل على الدرج ولحالي. مثل ما بدك. مو طبيعي هذا الزلمة، رح جن منه. وانتي كمان مو عاجبك شكلي مشان هيك بطلت تردي علي يعني؟ اخي انت شو عم تحكي؟ ديما لازم بسرعة تنصحيني، اخوكي ثقته راحت ومسحوا الارض فيها، محتاجك كتير. مين مسحها؟ اما لنيهال. قال مو عاجبها، ماني رجال برأيها. ايه؟ ايه خليها تروح تشوف حالها بالمراية، شو قليلة ادب، تروح تستأصل الغدا يلي عندها، لا مشوقها. هلا شو بدنا فيها؟ انا لازم زبط موديلي وجيب شوية تياب، وهي الشغلات كلياتها ما بفهم فيها. يعني هلا انا بدي صير مثل ناريمان خانهم مثلا؟ وأنا ما بآمن إنه التياب والشكل إلهم علاقة بالموضوع من أساسه نزار. ييه ديما شو عم تحكي أنتي؟ والله ما عم أفهم شي. مين ناريمان وبشو بتآمني؟ إذا جاهزة لنبلش. يعني بدنا نشتري لك تياب ونغير لك شكلك وهيك شغلات ما؟ إيه طيب تكرم. يعني وصلتك الفكرة، وإمتى؟ اليوم؟ إيه وبعد
بعدين منظبط لك شعراتك ودقنك وبتكون هيك جاهز وبتصير شاب جذاب مثل تبعوت المجلات وأكتر. شو حلو، خلينا نبلش. طيب وين بشوفك؟ بالأول في عندي شغلة بساوية وبعدين بحكي معك. يلا باي. خليني افتح لك الباب. لوين هلا؟ طيب انا شو لازم اعمل؟ ما في ولا عارضة عندهم بشرة حلوة. عفوا؟ ولا واحدة منهم عندها بشرة حلوة هيك. البنت بشرتها بيضة كتير، من وين بدي لاقي بنت عارضة مثل هالصورة بالذات؟ شو عم أقول؟ عالبيت هلأ لو سمحت. تأمري. في حشرة هون؟ وينها؟ وراكي على شعرك، كانت على شعرك، يمكن هربت، مشي الحال هلأ. مزح حاد ولا شو يعني؟ وعم بتحاول تضحكني؟ ايه عم ضحكك.